بس خلاص. انا سمعت ان الميدتيرم كان سهل، حصل ولا لا؟ سمعت ان الميدتيرم كان سهل. لسه النتيجه ما ظهرتش. لما تظهر ونشوف ارقام نعرف سهل ولا صعب. لا احنا عايزين نعمل كده. لا عايز ايه؟ عايزين نعمل كويس الاسبوع الجاي مثلا. اختاروا معايا عشان نعوض يعني، ولا عشان نعوض، ولا عشان نكمل عمل السنه؟ بقى 10 تقريبا. يعني عمل السنه من كام؟ والله لا لا، عايزين ناكل كوزين ثلاثة. طب المهم عايزين كويز الأسبوع الجاي، يبقى في كويز ماشي. أظبط مع الجيم ولا عايز إيه؟ ممكن يبقى في عدد المحاضرة، أو ممكن نختار معاد فاضيين فيه. لقوا عندي في سيكشن أو في شيت اللي هو شيت مين؟ دكتور شمس بتاع الأوفر كار ده، إحنا لسه ما خدناهوش. ده غالبا هيبقى أونلاين. سجلوه لكم وأبعته لكم. أوكي؟ تمام. ماشي يا عبد. يلا يا شباب، بس ابدا النهارده شيت رقم 3 غالبا اخر شيت للدكتور مين؟ دكتور المشرق. اوكي طيب، الشيت ده سهل جدا، بيتكلم عن نقطتين مفيش غيره. اول نقطه بيقول لك والله احنا لما كنا بنعمل ديزاين باستخدام ميجا فولت امبير ميثود، احنا كنا بنجيب الاشورت سيركت نتيجه 3 فيس تو جراوند فور. تمام تمام. فيجي يقول لي في المساله، يجيب لي نفس المساله بالظبط، بس يجيب لي نقطه رقم دي مثلا، يقول لي هل السيركت بريكر ده هيبقى فيه مشكله ان انت عامل له ديزاين على 3 فيس تو جراوند فولت ده؟ هيبقى فيه مشكله لو حصل سنجل لاين تو جراوند فولت ولا لا؟ مين المطلوب اللي بعديه؟ هيبقى فيه مشكله لو حصل دبل لاين تو جراوند فولت ولا لا؟ تمام؟ تمام. انا يا باشمهندس عايز اعرف الريشيو ما بين الاي شورت سيركت سنجل فيز او سنجل لاين تو جراوند على الاي شورت سيركت 3 فيز. الاي شورت سيركت 3 فيز دي احسبها ازاي؟ ميجا فولت امبير ميثود اللي انت استخدمتها فين؟ في الميد تيرم. والدكتور دكتور برضو شمس شرحها. ماشي؟ الريشيو الاي سنجل فيز او سنجل لاين على الاي 3 فيز بتساوي الريشيو دي اللي هي 3 اكس 1 على اكس 0 بلس اكس 1 بلس اكس 2. مين اكس 1؟ دي بوزيتيف سيكونس رياكتنس. مين اكس 0؟ دي الزيرو سيكونس. مين اكس 2؟ دي النيجاتيف سيكونس. المساله دي هيديني الثلاثه. اوكي؟ تمام. الريشيو دي بتطلع اكبر من واحد، انا عندي مشكله لو طلعت الريشيو اكبر من واحد. لو الريشيو اكبر من واحد معناها ان السنجل فيز او سنجل لاين تو جراوند هيبقى اكبر من 3 فيز، فلازم اتشيك الديزاين بتاعي هيشتغل ولا لا. تمام؟ تمام. الريشيو دي هتبقى اكبر من واحد امتى؟ لو اكس نوت اقل من اكس واحد. هل ده ممكن يحصل؟ اه، على حسب المساله. ماشي؟ ساعتها لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل تشيك للديزاين بتاعي. اشوف والله الاي شورت سيركت نتيجه السنجل لاين تو جراوند فولت لو اكبر من الديزاين بتاعي، يعني وليكن انا عملت ديزاين ان السيركت بريكر 10 كيلو امبير. الريشيو دي جابت لي ان الاي سنجل لاين تو جراوند 11 كيلو امبير، ده هينفع؟ اكيد ده مش هينفع. ليه؟ لو ساعتها السيركت بريكر ده مش هيستحمل الشورت سيركت ده، فساعتها اعمل ايه؟ ارجع اعمل الديزاين بتاعي، ارجع للديزاين اختار الريتنج اللي بعديه. ساعتها اختار سيركت بريكر 12 ونص كيلو امبير، هيبقى اكبر من مين؟ السنجل لاين تو جراوند. ساعتها مش هيبقى في مشكله. الدبل لاين تو جراوند الدكتور هيثبت لك الريشيو دي ان الاي دبل لاين على الاي 3 فيز بتساوي 0.86، فاكيد مش هيبقى في ايه؟ مش هيبقى في مشكله، لان انا اوريدي هبقى عامل ديزاين على 3 فيز اللي هو الرقم الاكبر، فما فيش مشكله بالنسبه للدبل لاين تو جراوند. ماشي؟ يعني انت لو جاب لك في السؤال في الامتحان مطلوب رقم ايه؟ هيقول لك كان انتربت ولا لا؟ تقول له كان انتربت، يعني ما فيش مشكله على طول من غير ما تحسب. طبعا هتحسبها، بس لو ام سي كيو مثلا هتقول له نمرو، يبقى في اختيار كده نمرو. ماشي؟ ماشي. تاني جزء من السكشن او تاني حاجه هنعملها، هيجي يقول لي في المساله انا عايز ارسم، بيقول لك درو ترانزيانت ريكفري فولتج ويف 4. ارسم سايد ترانزيانت ريكفري فولتج ويف 4، انا عندي 2 كيس مفيش تالت. لو هو قال لك او لو انا بعمل ديزاين سيركت بريكر ولقيت السيركت بريكر ده محطوط في حته او الفولتج اللي عليه اقل من 100 كيلو فولت، ساعتها الاي اوف تي هتبقى بالشكل ده، والدكتور هيثبتها لك ان هي تبقى ساينوسويد، تبقى بالشكل ده. اوكي؟ لو الفولتج اكبر من 100 كيلو فولت، ساعتها الترانزيت ريكفري فولتج بيبقى عباره عن جزئين، الجزء الاولاني ده اكسبوننشال، بعد كده بيوصل لنقطه معينه وساعتها بينط يبقى ساينوسويد. تمام؟ هو لو قال لك درو، انت هترسم كروكي كده، هتحط اي 2 ودي 2
تي 2 دي غالبا بتبقى جيفن، تي 2 دي انت هتحسبها او اقول لك الرول بتاعتها، وهتكتب الفانكشن كويف فورم فانكشن في التايب بس كده. نفس الكلام هنا هترسم كلوكي عادي، مش لازم ترسم تو سكيل، هتكتب اي واحد الا لو قال لك ارسم لي تو سكيل هترسم تو سكيل. هتحسب اي واحد وهتكتب الويف فورم اي اوف تي، وهتحسب اي 2 وتي 2 وهتكتب الويف فورم اي 2 اوف تي زي ما انا عامل كده بالظبط. طب احسب ازاي يا باشمهندس اي 2 دي؟ لو انا اقل من 100 كيلو فولت هتبقى عباره عن ساينوسويدال بس. اي 2 دي بتساوي كونستانت اسمه كي اي، الكونستانت الثاني اسمه كي اف سكوير روت 2 اوفر 3 في في. تمام؟ تمام. الكي اي ده خد بالك هما في المساله هما يبقوا اثنين فاكتور ما لهمش ثالث برضه، الاثنين هتضربهم في بعض. يعني مش هتفرق معاك مين اسمه ايه. بس انا بقول لك كي اي ده اسمه ترانزيانت امبليتيود فاكتور، كي اف اسمه فيرست فولت كلير فاكتور، وجزء 2 على 3 في كده ده كونستانت انت اللي حافظه، الفولتج ده هو الريتد ماكسيمم فولتج. ماشي؟ تمام. تي 2 دي في المسائل بتاعت شيك جيفن. تمام؟ تي 2 دي هتبقى ايه؟ هتبقى جيفن، بس هتبقى جيفن مايكرو سكند، ساعتها انت هتسيبها مايكرو سكند عادي وهتقول والله الفولتج ده هيبقى كيلو فولت والتي دي ان ايه؟ المايكرو سكند. تمام؟ يعني انا التايم لو انت هتعوض بنقط هتحط التي دي بالمايكرو سكند وهتسيب تي 2 بالمايكرو سكند، مايكرو سكند على مايكرو سكند مش هتعمل مشكله. ماشي؟ تمام. لو الفولتج اكبر من 100 كيلو فولت عندي نصين، نص سيبوننشال ونص ايه؟ ساينوسويد. الساينوسويد نفس الرولز بالظبط. تي 2 كي اف، كي اف جزء 2 على 3 في بي. تي 2 دي هتبقى جيفن برضه. الجزء الاكسبوننشال يا باشمهندس الويف فورم بتاعته او الفانكشن بتاعته اي 1 في براكت 1 ماينس سيبوننشال بقى نيجاتيف تي على تاب. الاثنين الانوم مين؟ اي 1 وتاب. اي 1 بتساوي كونستانت اللي هو الكي اف مش الكي اي. لو الفولتج اكبر من 100 خد بالك هتفرق معاك، لازم تبقى عارف مين فين، تبقى عارف مين كي اي ومين كي اف. هنا كي اف اللي هو الفيرست فولت كلير في جزء 2 على 3 في في، ده اي 1. ولو عايز تحسب التاو، التاو ده اللي هو التايم كونستانت بيساوي اي 1 اللي انت لسه حاسبه على ار، وار ده جيفن هو الريت اوف رايز اوف اكسبوننشال هيبقى جيفن في الامتحان او في المساله. تمام؟ تمام. خد بالك بس اهم حاجه، الحاجه اللي ممكن تغلط فيها هي الفي دي. يا باشمهندس انا هشتغل بانهي في؟ يعني مثلا المساله دي هو مديني الفولتج اللي محطوط عليه سيركت بريكر كام؟ 11 كيلو فولت. انت لو جيت تعمل ديزاين تحسب الريتد فولتج كنا بنعمل ايه؟ تاخد ال 11 تضربها في 1.1 وتحسبها 12. هل ال 12 يا باشمهندس هتحطها هنا؟ لا مش دي. هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هو هيبقى جيفن في تيبل كده في الامتحان، هيبقى جيفن اول كولوم رقم واحد مكتوب كده، كولوم واحد مكتوب فيه ريتد ماكسيموم فولتج، وهو عباره عن كذا كولوم بعديها. انت هتبص على الكولوم ده، انت في المساله دي وليكن كام؟ 11 كيلو فولت. هتخش عليه هتلاقي الفولتج اللي بعديها اللي بعديها على طول 15.5 كيلو فولت. 15.5 مين؟ كيلو فولت. يعني لو المساله دي، المساله دي مش مطلوب فيها ان انا ارسم، انا مش هرسم، بس بقول لك لو المساله دي مطلوب فيها ان انت ترسم ترانزنت ريكفري فولتج هتحتاج تحط الفي ده بكام؟ 15.5. هتجيبها منين؟ التيبل ده يبقى جايبه في الامتحان. ماشي؟ مش خد بالك انت مش بتخش برقم وتروح تجيب رقم تاني، لا انت عارف ان ده 11 بتاخد اللي بعديه على طول اللي هو 15.5. تمام؟ تمام. تعالى المساله دي نصها الاولاني نفس اللي كنا بنعمله بالظبط. يقول لك ماشي اكس نود دي هي الزيرو سيكونس، اكس 1 دي بوزيتيف سيكونس واكس 2 نيجاتيف. ماشي؟ تمام. في المسألة دي حد عنده سؤال؟ على فكرة احنا خلصنا شرح، خلاص هنحل ثلاث أسئلة ونمشي. ماشي؟ أول سؤال بيقول لك إيه؟ بس. أول سؤال بيقول لك أنا عايز عندي جنريتور، عندي سيركت بريكر وعندي لود. أوكي؟ الفولتج اللي محطوط على السيركت بريكر ده كام؟ 11 كيلو فولت. الريت الكرنت ده احسبه ازاي؟ احسب الريت الكرنت ازاي؟ يلا من اللود صح؟ بحسب الاي ازاي؟ يبقى الاي لود تساوي 8 10 باور كام؟ باور 6 على سكوير روت 3 في مين؟ الفولتج اللي هي 11. انت عندك مشكله؟
ابدا يا حسام معلش. سيمتريكال شورت سيركت كارنت هو بيتكلم كده على الثري فيز فده ما حددش سيرفيستو جرام كنت بحسبه ازاي يا باشمهندس؟ ميجا فولت امبير مسو في بس معلومة حاجة مهمة هو قال لي في المسألة دي ان اكس نوت ايكوال 8% تقريبا ثانية واحدة 6% وقال ان اكس 1 يكوال اكس 2 وما حددش اكس 1 يكوال اكس 2 يكوال كام فانا اعمل ايه بقى؟ اكس 1 يكوال اكس 2 يكوال 10% عرفت منين؟ هو ده الرقم اللي كان جيبي هو كان رسمها لي كده وكاتب لي ال 10% دي على الرسم يبقى دي مين؟ دي اكس 1 ودي اكس 2 اوكي؟ تمام انا في الميجا فولت امبير ميثود اول خطوه لو انا عندي جنريتور كنت بحسب ميجا فولت امبير شورت سيركت نتيجه جنريت لا انت مش باين صح؟ طيب ميجا فولت امبير شورت سيركت نتيجه جنريتور قلنا بتساوي ايه؟ الميجا فولت امبير على اكس مين؟ بير يونت صح؟ بس انا الاكس دي قلت لك اسمها ايه؟ قلت لك اسمها سب ترانزيانت رياكتنس انا يا باشمهندس الرياكتنس اللي فوق دي هي سب ترانزيانت؟ لا اللي فوق الرياكتنس اللي فوق دي هي الرياكتنس اللي هي في الستيدي ستيت مش ولا ترانزيانت ولا سب ترانزيانت صح؟ ففي الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي عشان احسب الاي شورت سيركت اقول والله انا يبقى عندي مين؟ عندي جنريتور اهو يبقى عندي هنا في امبيدنس او الاكس يعني وبعدها عندي مين؟ عندي شورت سيركت كده. يعني الاخر احلها بي على اكس. ليه احلها بي على اكس؟ عشان الاكس اللي جايبين دي هي الستيدي ستيت. وانا في الستيدي ستيت بحل مين؟ بي على اكس عادي عشان اجيب الوقت. صح؟ فيبقى الاي بتساوي الاي سيمتريكال انا بسوي البي فيز على الاكس طب انا اكس اكس نوت ولا اكس واحد ولا اكس اثنين اكس واحد اكس مين اكس واحد بس طبعا لما هقسم البي على الاكس لازم اكس واحد دي تبقى ايه وش بالاو هي جيفن ايه بريون هو مديني ان اكس واحد دي بتساوي اكس اثنين بتساوي 10% يعني بتساوي كام؟ 0.1 بريون انا عشان اخلي ال 0.1 بريون دي بالاوم هعمل ايه؟ الاكس واحد بتساوي الاكس بير يونت مضروبه في زد بيز، زد بيز بتساوي يا باشمهندس كيلو فولت سكوير على ميجا فولت امبير. كيلو فولت سكوير هتبقى ميجا، ميجا على ميجا تروح مع بعض، في من فوق تروح مع في من تحت يبقى لي في على ايه اللي هي مين؟ اوم. صح كده؟ تمام، يبقى كيلو فولت سكوير على ميجا فولت امبير هتضربها بكام؟ ال 0.1 تبقى بتساوي 0.1 في 11 سكوير على 10 طبعا الزد بيز لو هو ما قالش خدها مين؟ الريتد بتاعت الجنريتور اوكي؟ تمام هيطلع معاك الكلام ده ب 1.21 اوم قال لي عشان احسب الايسيمتريكال تبقى الايسيمتريكال بكام؟ تبقى لك فين؟ هنا خلاص هيبقى الفي فيز اللي هو 11 لا طبعا 11 على سكور 3 بس
انت طبعا لاين تو لاين فولتج مقسومه على كام؟ على 1.2 واط. تمام؟ تمام. فهتلاقي الاي سي بتاعتها ساعتها هتساوي كام يا باشمهندس؟ 5.23 كيلو امبير. حد عنده مشكله؟ تاني قول. ميجا فولت امبير؟ هو لو مديني السبت رانز دي اسمها اكس دبل داش. هو لو مداني اكس دبل داش دي هستخدمها. هو مداني؟ مش مداني. هو مديني مين؟ الاكس ستيت ستيت ايه؟ الاكس ستيت ستيت اللي هي الاكس بتاعت الجنريتور لو فولت فضل موجود وعديت الترانز. تمام. بعد ما حسبته 5.23 تروح تعمل ايه؟ تختار النيكست ستاندرد. النيكست ستاندرد بعد ده هتلاقيه كام؟ 12 ونص بقى او 10 ايا كان الجيفن اشتغل عليه. انا هعتبر هنا في 10. مش كاتب حاجه. خد ايه؟ هتكتب الامتحان هيقول لك. ماشي؟ تمام يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ محدش عنده مشكلة. تعالى نتأكد بقى، بيقول لك هل السيركت بريكر ده كان انترابت سنجل لاين تو جراوند ولا لا؟ فأنا أعمل إيه؟ أقول والله أنا لازم أحسب الأي سنجل لاين تو جراوند. الأي سنجل لاين تو جراوند على الأي 3 فيز اللي هو الأي سيمتريكال بيساوي كام؟ 3 إكس 1 على إكس نوت بلس إكس 1 بلس إكس 2. تمام؟ هل يا باشمهندس لازم تبقى الإكسات دي بالأم؟ يا ابن اسمه. اسمه. لأنها فوق زي تحت أهم حاجة، صح؟ هتبقى 3 في اكس 1 بكام؟ 0.1 على اكس نوت 0.06 بلس 0.1 بلس 0.1. حد عنده مشكلة في الحسبة العبيطة دي؟ طبعا الاي 3 فيز بكام؟ حسبناها 5.23 فنحسب الاي سنجل فيز هتلاقيها بكام؟ هتلاقيها هنا ب 6 و 5. ستة كيلو امبير. ده هيطلع 1.1. بس يا شباب بس ستة كيلو امبير دي هتعمل لي مشكلة ولا لا؟ ستة كيلو امبير دي مش هتعمل لي مشكلة لأنها أقل من كام؟ من 12 ونص. ال 12 ونص دول يا باشمهندس الرقم اللي انا عملت عليه ديزاين في الخطوه رقم سي او انا اشتغلت 3 فيس تو جراوند فلو. ماشي؟ تمام. فانت هتقول له كام انترابت مفيش مشكله. هنا انا من قبل ما احل هقول له كام انترابت. ليه يا باشمهندس؟ عشان كده كان عارف ان الدبل لاين تو جراوند على طول بيبقى اقل من ال 3 فيز. اي دبل لاين تو جراوند على الاي 3 فيز بتساوي كام يا باشمهندس؟ 0.86. فكده كده وش الاي دبل لاين تو جراوند هتبقى اقل من 12 ونص مفيش مشكله. تمام؟ تمام؟ اللي عنده سؤال يسالني بقى. هو احنا ليه اخدنا اكس 1؟ بوزيتيف سيكونز. لو انا بحسب الاي 3 فيز تبقى البي على اكس 1 بس او 3 بي على مجموعه فتبقى بي على اكس 1. السنجل فيز ده اخدتها في الباور سيستم. ماشي؟ السنجل فيز بتبقى البي على اكس نوت بلس اكس 1 بلس اكس 2 3 بي. فهتلاقي 3 بي فوق مع بي هتروح مع البي ف 3 بي على مجموعهم والاكس 1 دي هتجيلي من الثري فيز فهتلاقي ده شكل فاهم؟ هي كده فوزة كده ان الاي 3 فيز البي على اكس 1 بس. اكس نوت واكس 2 بتظهر معاك في الان سيمتريكال فوت لكن الناس سيمتريكال فوت بتشتغل في بوزيتيف سيكونس. ماشي؟ تمام؟ حد عنده مشكله في السؤال ده؟ الجزء الاولاني ده اللي كنا بنعمله قبل المتر اللي هو الشيت رقم 1 مطلوب دي واي اي كده كده بينتربت لان على طول دبل لاين اقل من 3 فيز هنا بس بتحسب برول واحده ده اللي احنا خدناه النهارده دي. ماشي؟ تمام. امسح. بريكر على فكره في كويز الاسبوع الجاي راح سيركت بريكر از انستولد اون 33 كيلو فولت فيه. تمام؟ بيقول لك اف ذا ترانزيت امبليتيود فاكتور
ترانزنت امبليتيود فاكتور ده اللي هو مين؟ كي اي. كي اي تمام؟ قال لك كي اي دي بكام؟ 1.54. كي اي بتساوي 1.54. وقال لك الفيرست بول تو كلير فاكتور 1.5 اللي هي الكي اف بتساوي 1.5. بيقول لك التايم فور ماكسيمم بس تايم فور ماكسيمم ترانزنت ريكفري فولتج اللي هو مين؟ تي 2 صح؟ تي 2 ده بيبقى جبل، تي 2 ده بيساوي كام؟ 63 مايكرو سكند. بيقول لك سكتش التي هو التي ريكفري فولتج، اوكي؟ عايز يرسم، فانت بتعمل ايه؟ انا مبدئيا اهو الفولتج ده اقل من 100 ولا اكبر من 100؟ اقل من 100 ولا اكبر من 100؟ اقل من 100. يا شباب ما تركزوا فهمني بس، الفولتج اقل من 100 فانا عارف ان شكل الترانزنت ريكفري فولتج يبقى عامل ازاي، كوزاين كده او ساينوسويدال كده، فهيبقى كده. تي 2 دي بكام؟ هو مداني ب 63 مايكرو سكند. هنا الفولتج بكام؟ سميناه اي 2. احسب اي 2 ده، اي 2 ده بيساوي كي اي في كي اف سكور روت 2 اوفر 3 في في ريتد ماكسيمم. كيف كام؟ 1.54. كيف 1.5 سكوير روت 2 اوفر 3 في الفي ريتد ماكسيمم. هو مديني الفولتج بكام؟ 33 كيلو فولت. اخد 33 دي اضربها في 1.1؟ لا، اخد 33 دي اروح الجدول ده، الجدول ده هتلاقي الفولتج اللي بعد 33 35.5 تقريبا. تعالى نتاكد، لا 38. هتلاقي الفولتج اللي بعد 33 الفي ريتد ماكسيمم بتاعه هتلاقيه كام؟ 38 كيلو فولت. اوكي، فانا كده حسبت مين؟ اي 2. هتلاقي 2 دي بي كام؟ 71.7. هترسم او تقول له والله اي اوف تي ما بتساوي اي 2 دي على 2 واحد ماينس كوزاين باي تي على تي كابيتال 2. اوكي تمام، يبقى بتساوي 71.7 على 2 واحد ماينس كوزاين باي تي على تي 2. تي 2 بكام؟ 63 سبب 63. ليه يا باشمهندس سبب 63؟ عشان انا هخلي التايم ده بالمايكرو سكند واخلي الاي اوف تي بالايه؟ بالكيلو فولت. حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ أكيد لأ، صح؟ صور يا عشان نمشي. يقول لك انا عندي في سيلف بريكر محطوط في كام؟ شباب انا مش هقعد اتندنس تاني، خلاص مش هقعد اتندنس تاني، مش عايز يعمل 14. يقول لك اذا ترانزنت امبليتيود فاكتور اللي هو كي اي، كي اي ده بكام؟ 1.4. اوكي، فيرست بول كلير فاكتور اللي هو كي اي 1.3. ريت اوف رايز اوف اكسبوننشال. ليه هنا في ريت اوف رايز اوف اكسبوننشال؟ عشان عندي دلوقتي الفولتج اكبر من 100 كيلو فولت، فتبقى عباره عن جزئين، صح؟ محتاج في الجزء الاولاني بتاع الاكسبوننشال الريت اوف رايز بتاعه هنا بكام؟ 2 كيلو فولت بير مايكرو سكند. اوكي، تايم مو بيك اللي هو تي 2 بتساوي 520 مايكرو سكند. بيقول لك سكتش الفولتج، فانت تعمل ايه؟ تقول له والله انا عارف اصلا شكل الفولتج هيبقى عامل ازاي، يبقى عامل كده الاي مع التايم هيبقى عامل ازاي. عباره عن جزئين كده، الجزء الاولاني برضه دي اعلى شويه،
كده المكسب بتاع اللي هو ايه واحد الجزء الثاني اثنين لا دي اثنين اثنين دي جيفن بكام؟ بصوا 20 مايكرو سكند تقول والله انا عايز ارسم دي اثنين دي اثنين بتساوي كي اي كي اف سكوير روت 2 بار 3 في البي ريتد ماكس كي اف كام يا باشمهندس 1.4 كي اف 1.3 جذر 2 على 3 ده كونستنت انت حافظه انت حافظه الفي ريت الماكسيمم لما تروح على 220 شوف الفي ريت الماكسيمم بتاعه هنا هو مفيش كي اف في القانون مين؟ مفيش كي اف في القانون ولا لا ده اي واحد انا بحسب بس اي 2 بحسب ده الاول بعد كده بحسب انت هتحسبه الفولتج هنا بكام؟ 245 اوكي 245 انا همسك اثنين ده اطلع بره والله ما انا حاسب اي واحد يساوي كي اف سكوير روت 2 بار 3 في الفي ماكس ممكن على فكره تاخد اللي فوق ده تقسمه على كي اي اوكي المهم يعني لو تساوي 1.3 سكوير روت 2 بار 3 في الفي ريت الماكس هو كام؟ 245 عايز احسب بعديها مين؟ التو يا باشمهندس عشان ابقى خلصت التو بتساوي ايه؟ التو هتبقى بتساوي اي واحد على الار اللي هو الصح دي على الار اللي هي بكام؟ ب 2 تمام؟ بعدها تعمل ايه؟ معوض في الرول تقول له والله اي واحد في تي بتساوي اي واحد دي في واحد ماينس اكسبوننشال نيجاتيف تي على تاو طبعا هتحط ارقام تحط اي واحد بالرقم بتاعها والتاو بكام؟ بالرقم بتاعها وتروح هنا تقول له والله 2 في تي بتساوي اي كابيتال 2 اللي انت لسه حاسبها على 2 واحد ماينس كوساين باي تي على تي كابيتال 2 وتي كابيتال 2 بكام؟ هو مداني 520 مايكرو سكند تمام؟ تمام يا شباب؟ كلها تندنس